بدي اقوم اصلي، انا بدي اروح اتوضا اصلي. لهالاشي بخمع بخمع، قمت بطلع من الشباك هيك في صوت غريب بسرعة، لسه بلبس بالياناس، لهو صار خالع الباب وطالع يركض على الدار فوق. هو اليهود خلعوا الباب وظلوا مفايتين عليهم فوق، على ابني وليد وعلى ابني ناصر. كنا شافهم وليد هرب على السطوح، ولهم منعرفش يعني لحد الآن هو وين طخ، بس عب هوا الطخ اللي مطخوخ في جريه، البلطلون كله مخزق، شلحوه كل أواعي فوق على السطح، نزلوه مشلح كسروها. طلع لسه بشوف فوق دار ابن سلفي غرفة النوم كلها كسروا لهم إياها، كسروهن، كسر الصور ويمزع ويخبط. أزيد ما حطوا الكلب على صورة أمير، قعدوا حطوها وقعدوا فوقيها على الصورة، على صورة أمير. بحكي له بكل من وين أنت بتفوت، من أنو باب؟ بحكي له من عندك، لو بقول استغفر الله العظيم هيك وهيك أبصر إيش ومش عارف شو. أنا بحكي لك وين الباب، بحكي له آه بدك الباب، طب لف اللفة من الباب الثاني، هيو مفتوح الباب الثاني فوت منه. فوت الكلب على الفراش الأولاد، وصار يجيب كيف يفتح كنان الماي ويدير على فرشات الأولاد الصغار، يكبكب مية على الفرشات، يقرب على الكلب يغسل ويمسح للكلب ورد يجي يغسل على الفرشة عليهم. أخذوا نزلوهم من فوق وحشروا هاد محمود، وناصر ابني الثاني نزلوه من فوق، يعني مش لابس إلا بس إنك آه بس ملابسه الداخليات، ومكلبشينه لورا وملبسينه بلوزة في راسه جابوه. أنا خالتي أول إشي كنت بداري باب بيني وبينهم، معنا خيمة فضي يعني للصلاة، ولهم بسقوا في جيران. جيت هون أرمح ابني هاد في الدار لحاله قاعد، بحكي له هذا الباب وين بودي، بحكي له عداري داري، لا بحكي له طيب يلا روحي من هون، ما خلالي يعني لا كفر ولا كلام بديء ولا خلى، لهم بقول لي روحي منهم. قلت له وين اروح، ابني لحاله بالدار، بدي اروح عند ابني انا. بالاخر بقول لي ابوك على ابو ابنك، ما ضربني الشلوط، يلا اقصرهم. انا واقفه هين بهاي النتفه برا، إيه شو خالتي بدي احكي لك، اطول من هالباب بوت حديد لابس، ما شمطني الشلوط الا انا وين، انا ما عملت حسيت انه بده يضربني، عملت بايدي هيك، لان انا عامل عمليات، عندي عمليه مراره وعندي عمليه الديسك وعندي فتاك وعندي الكولون كمان، حكيت هسه ضربني على بطني راح اروح فيها، عملت بايدي هيك، ما شمطني شلوط الا انا وين، عند جرة الغاز، لا عملت براسي هيك الا راسي، كان راسي اجى بجرة الغاز، كان يعني ساعتها راح راسي. وهيني اخذوني صوروا لي ايدي، حكوا لي ردة قوية وعندك تمزق، بدك شيء؟ طب أنا ابني بدي أروح عند ابني، ابني لحاله بحكي له، أبوك أبو ابنك أبو اللي عمل فيك اللي ترك ما خلالي، ولا هو بالشلوط ما ضربني إلا أنا مرمية هذا. هسا كان بعد ما طخوا وهو يحكي يا يما تعالي لي يا يما، ما أنا خالته أخت أمه، يا يما تعالي لي وين اطلع، اطلع هنا على الباب هسه الباب الثاني اللي فجروه، اروح خلص بدي اروح له، بدي اروح بدي اطلع لامير لوليد، بدي اطلع لامير، بدي اطلع لوليد يصوب علي البروده من باب الدار من برا، ارجعي ارجعي ردي، كل ما اسمع يقول يا يما تعالي لي يا يما، ادب ارمح اوقف على الكورنيش، بدي اطلع خلص بدي اطلع له بدي اطلع فوق، يرد يصوب علي البروده، ومن ساعتها هو حد سلطتي على فكره، عشان ذكرتهم بدي اطلع عنده خلص بدي اطلع عنده. لما نزلوه ما نزلوه مشي، مش ما بمشيش، حملوه على الحماله لفوه بالقصدير بورق السلوفان لفوه. Yes, sir.